إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زالت قناة شوف تيفي كتحاول أنها تحاول توثق المسؤولين والكل شرفاء هذا الوطن ما يقع هنا بمدينة أسفي، وخاصة بعد تداعيات ديال مجموعة ديال السيجارات بواسطة أسلحة بيضاء، السبب اللي خلى 5 ديال الشباب من خيرات المدينة أنهم يلتحقوا بالرفيق الأعلى. هذا من هذه الأسباب، وتضامنا مع الساكنة حطت مجموعة من القنوات الإعلام الرحال مباشرة بمدينة أسفي، وكانت المفاجأة صادمة. أخي المتتبع، أننا كنت واجدوا في الحي فاش مات هذاك البوليسي، في البلاصة فين مات هذاك البوليسي. واش اللي بغيت نوصل لكل المسؤولين من العيب والعار أننا تنشوفوا صيدلية هنا، كنشوفوا مدرسة على اليمين، ألاف الساكنة على اليسار، والوسط ديالهم الخطير في الأمر أن كاين أكبر من زبالة، أطفال شباب لا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم. هنا إخواني آسفي، نعم آسفي، شباب مساكن هاهما، شباب في المزابل بالمحادات ديال المدرسة اللي عندها تاريخ، مدرسة اللي خرجوا منها أساتذة ومهندسين. آسفي، ما عليك أخي المتتبع إلا أن تبارطاجي، لأن ما آلت به الأوضاع هنا بأسفي فربما رسالة للمجلس البلدي. نعم صاحب الجلالة نصره الله، نعم صاحب الجلالة نصره الله، أعد الحمد لله المؤتمر العالمي للبيئة، كانت فيه تعليمات صارمة من طرف عاهل البلاد، تعليمات صارمة إلى كل منتخبين والمسؤولين ورعايا هذا الشعب اللي كما كنشوفوا أطفال عاشوا للفات أنها تعيش في المزابين. نعم في هذا السوق بالضبط خرج ذاك المجرم اللي قتل هذاك البوليسي. شوف يا أخي المتتبع آسفي، نحن في عخر آسفي، نعم ماشي برا ديال آسفي، هنا أكمام وأطنان المزابيل، الشيء اللي خلى مجموعة الأمراض المعدية كيتشكوا منها مساكن هاد الدراري، أطفال شباب، أطفال وشباب في الريعان ديالهم. شوف الحالة فاش عايشين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما كنتش تنتظر أنني أسفي غادي نلقاها هكا، أسفي مدينة الزهور، أسفي مدينة إخواني، مدينة البراءة ومدينة حسن وكرم الضيافة. أسفي تتكلم يا عالم، هذه رسالة إلى كل مسؤولين. أين دور المنتخبين؟ أين دور المجالس القروية والبلدية ومجلس الجهة ومجلس الإقليمي؟ أين البرلمانيين؟ أين حمات هذا الوطن الذي تم اختيارهم من طرف هذا الشعب؟ آسفي تتكلم، نحن في عقر آسفي. نعم احنا في هذاك الحي اللي فاش مات هذاك البوليسي، واش تبغي انت اخي المتتبع يعيش ولادك هنا؟ عيب عليك حتى الى ما درتيش كومونتير ورسلتي رسالة لأهل القرار ورسلتي رسالة الى كل المسؤولين. آسفي تحتضر يا عالم، اننا باش نشوفوا اخواني على بعد امتار اخواني من مدرسة من أشهر المدارس اللي كنشوفوها إخواني على اليسار ديالنا. هناك تشوف طيور إخواني اللي ولفت أنها تأكل في القمامة، أنها أصبحت تتوالد إخواني وكتعيش وسط آسفي. نعم إنها آسفي يا عالم، من العيب والعار، وهذه رسالة إلى المجلس البلدي وأكررها، لن نسكت، لن نسكت حتى يسقط الفساد. نعم حتى يسقط الفساد، وخاصة بعد الكآبة اللي ولا عايشة بها ساكنة آسفي. هنا مدرسة على بعد أمتار أخي، فهذه البناية يا معالي الوزير، فهذه البناية يا أيها المسؤول، في تلك البناية يا أيها المسؤول كين فلدات الأكباد ديالنا، أطفال، أطفال إخواني، هذا والحال ديالهم. إنها رسالة. نعم نتساءل أين الخلل، أين الخلل، أين الخلل؟ فربما ظهر الخلل، ربما ظهر الخلل، فما على رجال الردع إلا أن يحطوا الرحال هنا بآسفي. آسفي تحتضر، نعم تحتضر، وخاصة حين معايا نهاته الكارثة. أسفي يا عالم، هناك أنت يبيع هذاك السيد القاتل كيبيع إخواني لا تطر الوسائل المستعملة لا في راي. هناك أنت تواجدوا في قلب أسفي كل الأنواع.
نعم، كل أنواع الحيوانات إخواني أنها تعايشت مع ساكنة أسفي. فإن أسفي ويا من الحوت، فإن أسفي وإخواني الطبيعي اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى، أسفي تناشد العالم من أجل الإسراع إخواني، من أجل الإسراع باش أننا نعتقوا هذيك. راها مدرسة، هذيك البناية اللي تصرفت عليها الملايير باش أن تنشئ أولادنا. أنها إخواني الكرام إلا ما حاولتيش باش أنك تبارتاجي وتصارعوا هاد الناس باش يحيدوا هاد الكارثة، فلا دين لك، فلا إنسانية لك. إن الأطفال راهم عايشين داخل وسط القمامة، السن القانوني ديالهم ما خلاناش أننا حتى نقربوا الميكرو. هادي أسفي، نعم أسفي، إننا في عقر أسفي. فنتمنى أن تصل الرسالة يا عالم. كيف يعقل لآلاف الساكنة أنهم باش يعيشوا هنايا في واحد الزمن؟ واحد رشيدة كتقول لك أنا قريت أخويا حميد في هذيك المدرسة. أختي رشيدة ربما شي كومنتير ديالك اللي يكون رسالة إلى أهل القرار، رسالة إلى المسؤولين، رسالة إلى ما آلت إليه الأوضاع هنا بأسفي. أسفي المشاريع، أسفي الثروات الطبيعية، أسفي البحر، أسفي الأسماك، أسفي الخزف. إنها عاصمة الصناعة التقليدية يا عالم. نعم حان الوقت، حان الوقت، ما دام أن أبناؤنا فضلوا الانتحار وفضلوا السجون على العيش هنا في أسفي، فأسفي على أسفي. نعم أسفي على أسفي. غنشوفوا أحد الساكنة غادي يحاول يقربنا على أش واقع في أسفي. كترى لهاد الأكمام حتى وقفت حتى ولات هنا، كترى لهاد الأكمام يا أخي حتى شوف كي ولات هنا. احنا في عقر أسفي على بعد أمتار من البلاصة فين مات فيها هذاك رجل الشرطة. أين الخلل؟ أين الخلل؟ أين الخلل؟ تفضل أخي، أنا من السيارة. تفضل هي قدام السيارة أخويا نو، وأنا عندك ثلاثة ديال الدقايق بلغنا عافاك أش واقع. يا إخواني كل شيء كسب يكسب يبارطاجي تضامنا مع هاد الناس. علاش لا؟ رسالة راه غادي تكون لها أي ضمير، أي ضمير. أول حاجة أنتم كتشوفوا الإخوان، هذه الكارثة، هذه كارثة بيئية، هذه كارثة بيئية، هذه كارثة ديال مطرح النفايات ديال عبدة. هاد اللي شادين هاد المارشي هذا واحد العامين هما كيقيسوا الزبل هنايا، وما كاينش اللي كيدوي معاهم، لا مجلس رأي الجماعة، لا مجلس الجهة. لو تقول أنت كتشوف هذوك مدارس، ها مدارس، ها السكان، شو هاد السكان اللي كاينين هنايا، شوف هاد الناس. وعي درت بلايفات، درت فيديوهات، درت شحال، عينا ما نقولوا هاد الناس اخويا حميد يحيدوا لنا هاد الشيء. والو شي واحد اللي غادي يجاوبنا، ولا شي واحد اللي غيكلم، ولا شي واحد اللي غادي يقول شي حاجه. هاد المشكل اللي عندنا هنايا، هاد الناس المسؤولين كنطالبوا من المسؤولين يحيدوا هاد الشيء على حساب وليدات الصغار، يحيدوا هاد الشيء على حساب وليدات الصغار. هاد الشيء، هاد الشيء خطير، هاد الشيء راه خطير عباد الله. وعينا ما نطالبوا فيكم، وعينا ما نمشوا للجماعه، وعينا ما نمشوا للادارات ونعيطوا للمسؤولين يحيدوا هاد الشيء. هاد الشيء راه خطر. واش مطرح النفايات عباد الله امين هو محطوط هنايا؟ ما كاين اللي يدوي عليه، ما كاين اللي شي جمعيات، شي صحافه، شي ما كيبغوش يهضروا على هاد الشيء. هذا الشيء علاش ما كتهضروش عليه؟ علاش هاد الشيء؟ حيتاش ما فيهش الدعم. هاد الشيء ما عندوش الدعم، هادي ما عندوش الدعم، هاد الشيء ما عندوش الدعم. اذا المشكل فين كاين؟ فين كاين الخلل؟ خلل عند رئيس الجماعه، الخلل عند دوك اللي صوتنا عليهم حنايا، دوك اللي صوتنا عليهم ودرنا معاهم، درنا فيهم الطيقه اللي كيقال صاحب الجلاله، درنا فيكم الطيقه، صوتنا عليكم باش تحيدوا لنا الزبل. انتم علاش كديروا؟ كتصوتوا كديروا في جيوبكم، كدوا الملايير وكدوا الفلوس، وكتخلوا اش كتخلوا؟ كتخلوا لنا الزبل هنايا. انتم ديروا القصوره في البحور، وديروا الباطيمات، وديروا لولادكم مشاريع، ولكن حنا اش كتخلوا لنا؟ كتخلوا الكوكي، كتخلوا لي الخنز. راجل جاي من خنيفرة مدينة، تحية ليه، من خنيفرة جاي لأسفي باش يوقف عمانة. وانتوما مسؤولين كتشوفوا هادشي بعينيكم، وكتشوفوا 24 ساعة على 24 ساعة، وما كتقدوش تدوزوا هادشي. علاش هادشي؟ هادشي ماشي عيب، ماشي حشومة، ماشي عار، ماشي ظلم،
ماكم اش بيتو عندنا؟ علاش كتنتقموا منا؟ حيدوا لنا الزبل كنخلصوكم. شركه النظافه راه كتشد عندها صفقه، هذا صفقه، هذا راه صفقه عباد الله، هذا صفقه، يعني صفقه ديال المال، صفقه ديال الفلوس. وحيدوه، شحال من عام؟ عام عامين ها هو باقي عندكم هنا. اذا انتم اش كتشناوا الهدف ديالكم؟ الهدف علاش؟ كتلعبوا على السياسه. اذا تخلوه هذا الزبل تلقرب الانتخابات وغادي تقولوا غنحيدوه باش تصوتوا عليكم. حنا ما غنصوتوش عليكم لان انتم ما كتخدموش هذه المدينه. عندي ما كتخدموش هذه المدينه، كتنهبوا المدينه بطريقتكم الخاصه، كتنهبوا المدينه. لو كنتوا كتعطوا حاضره المحيط وكتعطوا المدينه اسفي وكتعطوها نيت شي حاجه من القلب، تحيدوا هذا الشيء. اي واحد اتحداكم، اي مستشار برنامالي مسؤول في الجماعه يقول لي شحال من عام هو محطوط هذا الشيء، شحال من عام، عامين هو محطوط هذا الشيء، عامين. وتحيه لك اخويا حميد، كنشكروك على الزياره. شكرا سي العزيز. اخواني اخواني حنا كاينين في نحترموا التدابير الاحترازيه، لان مباشره من بعد ما الساكنه شافت الميكرو ديالنا وحسات بالصرخه ديال ابن الشعب، ديال ولد الشعب، ابن مدينه اسفي الغيور، على المحنه ديال 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 الساكنه. اخواني ان الرساله واضحه، فما عليكم اخواني الا ما هو تعليقكم حتى تكون رسالة إلى أهل القرار. نعم رسالة إلى أهل القرار، ولما لا إلى الحكومة؟ لأن الحمد لله أن صاحب الجلالة نصره الله أنه كان السباق بفضل الدبلوماسية ديالو إلى المؤتمر الدولي، المؤتمر العالمي للبيئة الذي أشرف عليه عاهل البلاد بمدينة مراكش. هذه السياسة التي ارتبكت مجموعة ديال أعداء الوحدة الترابية. نعم مجموعة أعداء الوحدة الترابية أربكتهم السياسة الملكية سباقة الإعلان إخواني على على مؤتمر ديال البيئة. فهنا كنشوفوا على أرض الواقع لا علاقة لما يكتب في بعض التقارير حول وضعية الوضعية الحقيقية المعاشة. نحن على أمتار من مدرسة من أعرف وأعرق المدارس هنا بمدينة أسفي. نعم بمدينة أسفي، تضامننا مع ساكنة أسفي والردع ثم الردع والمطالبة بلجان المحاسبة والردع لما آلت إليه الأوضاع هنا بمدينة أسفي. حمل المسؤولية أخي المتتبع إلى كل القوى السياسية التي تم انتخابها واختيارها من طرف ساكنة اللي كانت معروفة بالكرم وحسن الضيافة. إخواني إنها عاصمة، إنها عاصمة إخواني ديال الصناعة التقليدية. هؤلاء صناع تقليديين في حرمان تام إخواني، لا من قانون الشغل ولا من التقاعد المريح إخواني. تم هذه الحقيقة. أنا ما وثقته الكاميرا هنا بمدينة أسفي، فليتذكر المسؤولين هنا بمدينة أسفي أن مؤتمر الكوب 22 اللي دار في مراكش محطة بارزة في مسار انخراط المغرب في خدمة القضايا والبيئة والتنمية المستندة. إيه يا سيدي إخواني المتتبعين الكرام، شكل احتضان المغرب المؤتمر 22 للأطراف من الاتفاق ديال الإطار ديال الأمم المتحدة في التغييرات المناخية في الكوب 22 في نوفمبر في مراكش أحد أبرز الأحداث التي تميزت في سنة 2016. بالضبط تنذكر في نوفمبر، نعم أحد الأبرز اللي ميزت إخواني، والعلامة كانت باينة إخواني، والفرق في المسار ديال الانخراط ديال المغرب وطنيا وإقليميا ودوليا في خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة. تمكن المغرب الحمد لله بفضل السياسة الملكية لعاهل البلاد من كسب رهان تنظيم قمة للعمل والأجرة بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، لأن بالنظر للنتائج اللي فضت إليها والمبادرات اللي أعلنت عليها أشرت عليها نقلة نوعية، نعم نحو مرحلة جديدة من التنفيذ والفعل من أجل المناخ والتنمية.
من أجل المناخ والتنمية. فعن أي مناخ نتكلم؟ فعن أي ونحن نعيش إخي المتتبع في زمن كورونا؟ نعم في زمن كورونا التي انتصر صاحب الجلالة أمام كل عالم بالنجاح ديالو الباهر أنه حمى الشعب ديالو الوفي. وكانت إحصائيات اللي كانت كل الدول كتستنى أن هذا الوباء غادي يخرب الأجساد ديال الشباب ديالنا كلها كانت خاطئة، فأربكت كل عالم، لأن التقارير الحمد لله أن المغرب من بين الدول التي نجحت في مكافحة الوباء. فهل أنتم تتعمدون أيها المنتخبين مرة أخرى في تكوين وباء ربما اللي غادي يكون يسبب في الوفاة تاع ناس لا حول ولا قوة لهم إلا بالله؟ حان الوقت إخواني، ربما روح هؤلاء الخمسة الذين ذهبوا ضحايا إخواني، ضحايا ديال القتل والانحراف إخواني، ربما غتكون نور على مدينة أسفي. حان الوقت أن نعلن التضامن، وخاصة بعد ما وثقنا هذه الكارثة، إنها كارثة بكل معايير. الجنابات ربما غتقول لي هنا يا هذا مطرح، فكيف يعقل لي مطرح أن يكون بجانب مؤسسة تعليمية فيها أكثر من 800 قاصر؟ فمن يتحمل المسؤولية في حماية هذا القاصر؟ فحسبي الله ونعم الوكيل. هذه المؤسسة من أشهر المؤسسات، فمن العيب والعار أننا نجيو نلقاو على الدار ديالها كاينة أكبر من زبالة. نعم الصورة تتكلم حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للمسؤولين. الصورة هذه تقارير كديرها قناة شوف تيفي بالصوت والصورة، الغاية منها أننا نشوف واحد المغرب كما بغى صاحب الجلالة وبغى كل شريف في هذه البلاد. أي يا سيدي، قال لك النظافة من الإيمان. نعم كتب أطفالنا النظافة من الإيمان. نعم كتب براعيم هذا البلد في الجنبات النظافة من الإيمان. فعن أي نظافة نتكلم؟ نعم فعن أي نظافة نتكلم؟ هذه تناوية الإعداد، تناوية الإعدادية لعبد الكريم الخطابي. نظافة من الإيمان. نعم الصورة تتكلم، وهذه إعدادية عبد الكريم الخطابي. فاحتراما لهذا المجاهد الاسم دياله، كان على المسؤولين، كان على المنتخبين أن غير باش يحيدوا هذه الكارثة اللي راه غادي تسبب وباء في أطفال جاوا مساكن باش يديوا العلم. نعم هذه مدرة ثانوية الإعداد عبد الكريم الخطابي اللي تخرجوا على يديها قضاة ودي كونونيل ومسؤولين. نعم يا أخي، ولكن الحمد لله أنهم وصلوا. فأينكم وأين دوركم؟ هاد ولاد أسفل اللي وصلوا باش أن نديروا يدي فيد مع هيئات المجتمع المدني. نعم مع هيئات المجتمع المدني قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فها هم الأطفال، ونودعكم ونودع هاد البراعم في انتظار توصل الرسالة ديالنا بما كتبه البراعم بكل عفوية. النظافة من الإيمان. أخي المتتبع مازال ما يتقال، تنعهدكم حتى نرجعوا لي أن حتى على اليمين شوف كارثة، كارثة غير نوري الإخوان، كارثة بكل معايير مرة أخرى. هنا كما كتشوف على الجنبات غادي يكونوا اغتصابات. نعم غادي ما يدير البوليسي هنايا جنب الليسي كله برارك، غادي يكونوا اغتصابات، غادي يكونوا اختطافات القاصر، غادي يكون تعنيف، غادي يكون تشمكير، لان المحيط ديال المؤسسه التعليميه انه كله ملوث. فاش من جيل بغيتو يطلع؟ اش من جيل كتستنى؟ علاش كتستغرب حيت نسمعوا واحد قتل واحد؟ لان عاشوا في محيط تعليمي محاط بكل انواع التلوث. حسبي الله ونعم الوكيل، وبهذا أودع ساكنة أسفي وداعا وإلى اللقاء إن شاء الله في خبر مفرح بعدما عشنا معكم 72 ساعة كلها سوداء. نعم سوداء بكل المعايير. تحية لكل الشرفاء، ولا أعمم فتحية وألف تحية لكل الشرفاء. نعم لكل الشرفاء أخي المتتبع، لأن هناك شرفاء، نحن لا نعمم، هناك مسؤولين شرفاء، هناك إخواني منتخبين شرفاء، ولكن هنا كاين لوبيات، كاين لوبيات. تصور أخي المتتبع أن حيت بقيت نهضر في الستار لقيت أن حتى الشركة المكلفة بالنظافة لها علاقة ولا أيادي مع بعض المنتخبين. فهنا إلا بغيتي تولي مقاول نجح، ما عليك غير أنك تناسب مع المنتخب، ما عليك أن نسيب المقاول. دابا المقاول الناجح كتلقاه عاطيخته البرلماني أو لا الرئيس أو لا العضو،
عاد باش تقدر. اما الشباب اللي داروا الاستثمار ديال اسفي لا زالت 16 الجثة يشهد لها التاريخ في موت جماعي عرفته مدينه اسفي السنه الفارطه اثناء انقلاب عاب ديال 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 قارب موت اخواني على ابواج البحر. هنا كتشوف اخواني دري صغير هنا الى قاس هذا الشيء كله مصدي، شنو غادي تكون مسكين، شنو غادي تكون الحاله ديالو؟ واش عندنا المستشفى؟ واش عندنا الطب؟ واش عندنا الضمير؟ فرحم الله الضمير وحسبي الله ونعم الوكيل. ووداعا ساكنه اسفي اودعكم بالقلب اقسم لكم بالله وبالدموع وعزاؤنا واحد. الى اللقاء ساكنه اسفي وداعا. سلامتنا الصحيه والجسديه تتحملها اي مسؤول، سلامتنا الصحيه والجسديه اكررها نحملها لكل المسؤولين، سلامتنا الصحيه والجسديه نحملها، لان ما قيل في الكواليس خطير حول التهديدات لكي تعرضوا لها ما من مرة مجموعة الشرفاء حينما يحاولون فضح ما يمكن حفظه. غادي نمشيو للضفة الأخرى مرة أخرى، غنلقاو آلاف وأطنان المزابل، غادي نلقاو مجموعة ديال إخواني الأغنام والأكباش والماعز. أنها كتقتات منين؟ من مزابيل، نعم من المزبلة كيقتاتوا. وهنا مرة أخرى كل الجنبات محيطة، فماذا وقع هنا في أسفي؟ فماذا وقع يا إلهي في أسفي؟ أسفي على أسفي، أسفي على أسفي. بالدموع يودعكم رعاكم الله وحفظكم وسدد خطاكم، رعاكم الله وجعل الهداية في قلوب مجموعة من المنتخبين، وحسبي الله ونعم الوكيل. وداعا إخواني، والله ما سخيت بكم. ساكنة أسفي إخواني الشباب ديالها البارح وأنا أتجول في منتصف الليل، الأغلبية فيهم مساكن مخرطين، حناكم تخرطوا من بعد ما كانت أسفي مدينة العلم، مدينة الخيرات، مدينة الفوسفات، مدينة الخزف، مدينة المعامل، مدينة الطاقة. لا إله إلا الله. وداعا وداعا وإلى اللقاء. وهنا قناة شوف تي في تودعكم، كان معكم جنود الخفاء عزيم أسماء وأخوكم حميد العقاوي. ما سخيناش بكم، تحية لكل الزملاء بقناة شوف تي في على التغطية اللي كانوا مواكبيننا معها باش أننا نوضحوا حيثيات وتفاصيل مقتل ضابط شرطة بعد مقتل 4 أشخاص وانتحار شخص خامس ليلة أمس. فعزاؤنا واحد وإلى اللقاء. نسختش بكم، تنقولها للمرة الألف ساكنة أسفي، شكرا على حسن الضيافة، شكرا على التعامل ديالكم، شكرا على الإنسانية ديالكم. هنا في الجنبات أسفي تحتضر يا عالم، أسفي تحتضر يا عالم. تالجنبات فين هاد الشركة ديال الأزبال؟ عيب عليكم. كيدير دري عايش حدا الطر وما يخرج الشمكار؟ راه ما تنخلق ما تيخلقناش الله شمكارة، تيخلقنا كلنا سواسية. راه المحيط هو اللي تيشمكر الواحد، راه المحيط هو اللي تيشمكر. تفجعات، تفجعوا مواطنين في بعض المواطنين ماتوا، تفجعوا الأجهزة الأمنية البارح فخوهم تيموت. ولكن تنقولوا الخلل فين كاين؟ الخلل فين كاين؟ ما دام ان الخلل واضح وباين بالصوره في هذا التقرير اللي تنتمنى اي شريف انه باش يهزو ويبارطاجيه بكل فخر باش يوصل الرساله من بعد ما يكتب واحد الكومونتير. هذا من جهه. انا اطالب من كل المسؤولين والشرفاء في هذه البلاد السعيده باسم قناه شوف تي في انهم يقراوا التعاليق ديال الساده المتتبعين. نعم تعاليق ديال الساده المتتبعين وليس كلام حميد العقاوي. كحميد العقاوي تعرف 0.000، أما ساكنة أسفي تعرف ما يقع وراء الستار. تدخل ذلك الشرطي المتقاعد أو الشرطي الموقف أمس ربما كانت رسالة إلى الكل، لأنه كان حاول باش شوف شباب فين شباب ونحن في عقر أين ملاعب القرب يا رب. شوف فين تيلعبوا ولاد أسفي، أي أسفي فين تيلعبوا هاد الدراري؟ شنو بغيتي يخرج لك هاد الدري؟ ملاعب القرب بأسفي، هذا حال الأطفال أسفي، ملاعب القرب في أسفي. وفي التقارير ربما غلقوا هذا ملعب اللي مكتوب، عيب عليكم. ملاعب القرب في أسفي وسط شوف بنايات
والغريب في الامر دائما تلقى المهزله امام مؤسسات عموميه وكانهم يتعمدون اسفي تحتضر. اذا تلبيه لكم اخواني ساكنه اسفي، فها نحن حاولنا اننا باش نوصلوا 0.0000 فيما يحدث. فتنتمنى المجتمع المدني يديروا يد في يد، نحن على ابواب انتخابات، اختاروا الرجل الرزين، الرجل المسؤول، اختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم لقد استطاعوا في بعض المناطق انهم باش ياكدوا نجاح المقوله ديال الجوع حاجه كلبك يتبعك. راه تلقاو مجموعه ديال 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 بعض الشباب الله يهديهم اللي تيبقاو تابعين فاسدين من اللور من اجل 4000 والاتوات ديال المال الحرام. فراح عيب وعار. النشاط عنده الفلوس، شدهم الى كاع ما خص الى خصك، لان ان كان ولكن خويا دير اللي في عقلك. عيب. تنتمنى نرجع لاسفي. ولكن ما بغيتش نرجعوا روح طاحت، ما بغيتش نرجعوا نلقى الدمايات، ما بغيتش نرجعوا نلقى النديب والبكوات. البارح امتزجت دموع رجال الامن بالمواطنين. نعم فليسجل التاريخ، لان مات ضابط من خير اولاد الناس. البارح امتزجت الدموع ديال رجال امن بزيهم الرسمي مع مواطنين حينما كانوا يتبادلون العزاء. لا اله الا الله محمد رسول الله. عشرين كان يسمع. اذا وانا في مدينه اسفي بلغ الى علمي انه في هذه الاثناء قتل شاب بمدينه خنيف مره اخرى صباح اليوم. قتل شاب، فعزاؤنا الى ساكنه خنيف. للاسف الشديد انا في هذه الاثناء اتواجد رفقه اخواني بمدينه اسفي، فسنحط الرحال مره اخرى في اتجاه مدينه خنيف بعد اخباريه توصلنا بها مفادها عن مقتل شاب في عمر شبابه بقريه او بحي امل اغريب. تحية إخواني وألف تحية، والله العلي العظيم ما سخيتش بكم. بعض السياسيين غادي يحاولوا، تنتمنى تكون عندهم ضمير، ماشي ضمير انتقامي أو لا ضمير تهديد أو لا ضمير، لا يكون ضمير اللي غادي يتقبلوا هذه الرسالة. الغاية أننا باش نشوفوا أسفي كما بغاها سيدنا. الغاية بغينا أسفي أن ما نلقاهمش في الباطيرات. ما بغيتش انا نلقى ولاد اسفي يا عباد الله في اسبانيا. شكون هي اسبانيا؟ الخيرات اللي في اسفي خص بليون يحرقوا لهنا يشدوا الباطيرات. لو كان شرفاء في اسفي لصارع الاسبان باخذ قوارب الموت في اتجاه اسفي، لان اسفي بلاد لله سبحانه ونعمها اعطاها الله، اعطاها الله هذه الحقيقه. والله العلي العظيم وانا اتجول امس في الليل إنها عاصمة الهناء والسلم والسلام، ولكن للأسف الشديد أن الأقراص المهلوسة خربت بعض الشباب، شباب اللي تيقول لك خويا حميد أنا ما قديتش نعيش في هذا الواقع. وتنقول لهم البارح شو ما عليكم، أنا جلست البارح في مناطق سوداء لأتحدى شي واحد في الزملاء يدخل تما، لأن البارح كانت مهاجمة على بعض الزملاء الصحفيين في بعض النقاط السوداء. اييه، ولكن دخلت عندهم وعرفوا الحقيقه على الجينه وعرفوا وحاولت نجلس معاهم، تيقول لك حميد ما قديتش نعيش انا في هذا الوضع. ايوا اش تدير؟ تيقول لك تنشرب ليكستا باش نعيش في ذاك الوضع، في ذاك العالم الاخر، لان ولكن انا البارح كذبتهم ولمتهم وقلت لهم حشومه عليكم وحملت لهم 100% المسؤوليه، ولكن لا دابا غير 10% المسؤوليه اللي تنحمل لذاك الشاب. اما باش انني نعيش حدا مزبالة ونقرا حدا مزبالة والمصير ديالي شنو غادي يكون؟ مزبالة. إذا أردت أن تعرف قيمة دولة، فادخل إلى بيوتها. ماشي إدارتها ولا برلمانها ولا مكاتبهم. راه حتى البيوت ديالنا فيها الخلل. تنتمنى حتى أننا نتراجعوا العلاقات. راه كاين اللي عايش مع باه ومو ومرت خوه ب 17 في الدار وما عمرهم تهضروا. كل واحد فين شد، هذا متبع الخلعه، هذا متبع روتيني اليومي، هذا متبع لي ريزار، الاخر متبع ماين
ديك الحمقاء هذا عيب 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 عيب. اذا تبارك الله عليكم خوتي، والله مازال ما فطرنا، عاد غادي نمشي نفطر ونمشي نشد الطريق، لان وقعت مره اخرى فاجعه في مدينه خنيفره. تابعونا غدا ان شاء الله من مدينه خنيفره. تحيات اخوكم حميد العقاوي، شكرا لكل الشرفاء، شكرا للسيد عامل الاقليم، شكرا للسلطات المحليه اللي ما لقيناش حتى شي ضيق او لا مضايقه او لا ترصد اللي كنا تيوقع لنا بزاف بعض البلايص، تيخافوا اننا باش نفجروا الحقيقه، ولكن في الحقيقه ان كان تعامل ديال السلطات المحليه ورجال الامن كان في المستوى، كان تغطيه بكل حريه، غير ان واش كاينه الجراه عند الزملاء انهم باش يوصلوا، ولكن رغم ان كاينه حريه بالنسبه للسلطات المحليه، الا ان بعض النقط السوداء ربما ما تيقبلوش علاش يجيو عندهم صحافه، ما عرفتش علاش. شوفوا ابن مدينه اسفي غادي يشرح لنا هذه الظاهره. البارح دخلنا في بعض المناطق اللي قلتوا لي ما يمكنش حميد يدخل شي واحد بالكاميرا، انا حاولت بالنسبه لاحتشاد الصحافه عارفينهم كيصوروا كيدوا داك الشيء غير للناس ديالهم، كيصوروا شي حاجه ماشي كيصوروها وكيوصلوها للسلطه وكيقولوا لي بشوف بحال هذا الخناز هذا الشيء راه لكنا، كيصوروا كيدوا هاد مول المطرح، مول المطرح كيدور معاهم كيدبر عليهم كيطفوا هذاك الشيء، لان هذا من ناحيه هذاك المطرح هذاك راه مطرح ماشي كيخوز الزبل، لان اخويا حميد راه امين هو تم امين، وما كاينش مسؤول اللي بغى يتدخل حتى شي بغيت نهار خمسه تسويع غتهزو التراكسات غتلوحو هما، لا خاصهم يزمتوا بنادم تم، راك شتي الحاله بعينيك وشافوها المشاهدين وشافوا كل شيء، حتى هذاك الزبر راه عييت كنقول لهم حيدوا هاد الشيء، راه وليدات صغار جوج مدارس ديال الدراري عندهم 10 سنين، يعني من كيقرا الطفل عنده 10 سنين وكيشم هذاك، وهو دابا الصيف وتخيل دابا الصيف راه الدري قاري وغادي يجي يشم هذيك الريحه، اما في الشتاء خلاص كيعيشوا كوارث في الشتاء، في الشتاء تما ما تقدرش تدوز، ما تقدرش تدوز، كلاب ميتين، المشاش ميتين، البغال ميتين، الخنز، وهذاك الدري خاصو، حنا كنا كنديروا الكمام قبل ما تجي كورونا، كنا كنديروا الكمامه، حنا كانت عندنا كمامه في اسفي في التلوث ديالنا خاص، كنا ديما كنديروا الكمام حنايا، على قبل هاد لوسيبي، الطاقة الحرارية، هاد الخنز ديال الكوانو ديال الفابريكات، الفابريكات راه كيطلقوا شرائح كريهة، زائد الزبالة مطرح النفايات كيحرقوا العافية بنهار، كيحرقوا الزبل بنهار، ها أنت شتي بعينك دابا ما الملاء، شتي شحال تعز. كاين واش شركة النظافة كتحيد داك المزابل ولا غير داك الشيء تيتزاد؟ اه كيتزاد، الشركة دايرها صفقة بيناتهم، هادوك ديال الجماعة دايرين صفقة بيناتهم، مطرح النفايات دايرها هذاك شركه، الاخر ديال شركه، راه مخدمين غير العيالات، العيالات واش العيالات غادي يخدموا هذا الشيء والرجال مريحين؟ اغلب ماشي ضد العيالات العكس، ولكن العيالات عطوهم بحال هاد الشوارات وبحال شي حاجه خفيفه، اما هذاك راه ما كاينش، ما كاينينش، كيدخلوها المعارف وكل شيء بالتليفون، راه تا الزبل ولا بالتليفون، ياك بغيت تخدمها في الزباله خاصك المعارف، ومازال شي حوايج راه ما غنقولهمش ليك، لان كاين شي حاجه خطيره، ملي كيكون واحد عضو في المجلس وداير مشارك في جماعه وداير شركه، هذا الشيء راه خطير. ناس عندهم علاقه مع هذه الشركه ديال المطرح ديال الجبال ديال الازبال، فاخواني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فالله يهدي ما خلق. وتحيه لكل الشرفاء مدينه اسفي، تحيه اخوكم حميد العقاوي، ما سخيناش بكم، وهنا غادي نتصفطوا مع هذا الزميل، شكرا لساكنه اسفي للمره الألف شكرا وألف شكر، وهنا وفي الطريق إن شاء الله، فما عليكم إلا الدعوات. البعض نعم نعلم على اليقين بأن هاد اللوبيات عندهم حتى هما لوبيات اللي كتحاول باش تشكك في الشهادات ديال الإخوة المتدخلين، نعم، ولكن تنقول لهذوك الناس الله يهديكم الله يهديكم، فتبارك الله عليكم إخواني، لا بد غادي تلقى لوبية، تتلقى ولد البرلماني أو لا ولد هذاك ولا نسيب هذاك رئيس الجماعه معنا دابا وغادي يحاول يشكك في هذا الشيء، ولكن اقول لك بان التوثيق بالصوره وبالصوت فضيحه في حق من سخرك وجعلك عبدا من عباده، فاتق الله وحسبي الله ونعم الوكيل. وكان معكم اخوكم حميد العقاوي.